جزاكم الله خيرا. أنا بيتي بعيد عن المسجد ولا أسمع الأذان، لكني أسمع المنبه في صلاة الفجر فأقوم وأصلي في البيت، ما حكم عملي؟ إذا كنت لا تسمع النداء لبعد محلك أو بعد بيتك عن المسجد فلا يلزمك حضور الصلاة، ولكن إذا تكلفت الحضور وصبرت على المشقة فهو أفضل لك وأعظم أجرا، فإن الآثار تكتب إلى المساجد، وكلما طالت المسافة عظم الأجر، فعليك أن تحتسب الأجر وتغتنم الثواب، تحضر إلى المسجد ولو كان بينك وبينه مسافة محتملة، لأن ذلك أعظم لأجره. وقد هم قوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بعيدة بيوتهم عن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، هموا أن ينزلوا قريبا من المسجد وأن يدعوا منازلهم البعيدة، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال لهم: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، فعليك بالصبر والاحتساب ما أمكنك الحضور. نعم.